وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيدة منيرة نوفل الدوسري، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادي في وزارة الخارجية. نرحب فيك أستاذة منيرة في نشرة الرباع الثالثة. أشكركم على الاستضافة. أستاذة منيرة، بداية لو نتحدث عن أهمية زيارة جلالة الملك المعظم لماليزيا. طبعا جاءت الزيارة الملكية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تلبية لدعوة جلالة السلطان إبراهيم بمناسبة تنصيبه ملكا لمملكة ماليزيا، وهي تعد الزيارة الثانية لسيدي جلالة الملك لمملكة ماليزيا. وكذلك في المقابل جلالة السلطان إبراهيم قد زار مملكة البحرين عدة مرات في الأعوام 2017 و2020، ولذلك هذه الزيارة تعتبر زيارة مهمة لأنها تعكس عمق العلاقات، عمق علاقات الصداقة ما بين البلدين الصديقين، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعبين. نعم. طيب، يعني لو تحدثين عن العلاقات بين مملكة البحرين وماليزيا، يعني وخاصة في أوجه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. طبعا تم إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وبين مملكة ماليزيا في العام 1974. وإحنا في العام الحالي نحتفل بمرور 50 عام منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية. وطبعا تخللت هذه الأعوام الماضية العديد من الإنجازات. فعلى صعيد المثال، مثلا الصعيد السياسي، نجد بأن العلاقة مرت بمحطات تاريخية مهمة، أبرزها طبعا تأسيس العلاقة الدبلوماسية عام 1974، ثم تلتها إنشاء اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وماليزيا في العام 2001، وبعدها افتتاح السفارة الماليزية لدى مملكة البحرين وتعيين أول سفير لمملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين في العام 2003، ومرورا أيضا بعام 2018 حيث صدر المرسوم السامي رقم 32 بإنشاء بعثة مملكة البحرين لدى مملكة ماليزيا. وها نحن اليوم يعني في عام 2024 نحتفل بإذن الله بمرور 50 عام من العلاقات الدبلوماسية بيننا وبين ماليزيا. كذلك أيضا لما ننظر إلى الجانب أو الصعيد الاقتصادي، فنجد بأن تقريبا وصل حجم التبادل الاقتصادي أو فاق 250 مليون دولار، وهو رقم لا يستهان به. وخلال السنوات الماضية طبعا تم التوقيع على ما يقارب 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم لمختلف مجالات التعاون المشترك، ولكن بالأخص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. نعم. في ضوء هذه العلاقة الوطيدة حقيقة والمتطورة، كيف تستشر في مستقبل هذه العلاقة؟ أعتقد لرؤية مستقبل هذه العلاقة لابد أن ننظر لها من منظورين أو من زاويتين. من زاوية يعني تكون على الصعيد الثنائي، ومن زاوية أخرى على الصعيد المتعدد الأطراف. فعلى الصعيد الثنائي شهدنا كلنا من خلال الزيارة الملكية الأخيرة لمملكة ماليزيا حرص القيادتين على تعزيز التعاون القائم وتنسيق المواقف، سواء في المواضيع السياسية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر ما بين البلدين، قد تكون في المجال التعليمي والثقافي وكذلك في مجال الخدمات الصحية. هذه بالنسبة حق الجانب الثنائي. نرجع حق الجانب المتعدد الأطراف، نجد طبعا أن هناك اهتمام كبير من مملكة البحرين بتعزيز علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، معروفة أيضا برابطة دول الآسيان. وطبعا ما يخفى على الجميع بأن ماليزيا تعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة الآسيان وتلعب دور بارز ومهم فيها. فبالتالي نجد بأن مملكة البحرين انضمت لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا في العام 2019، بالإضافة إلى أنها هي أسست مجلس دول الآسيان والبحرين في عام 2017 بهدف تعزيز العلاقات
وخلق فرص استثمارية بين مملكة البحرين والآسيان. نعم. فأعتقد أن علاقتنا بمملكة ماليزيا راح إن شاء الله نشهد تطور ونمو، وبإذن الله مستقبل مشرق. نعم. بيننا ومن بينهم. نعم. سيدة منيرة نوفل الدوسري، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك. شكرا.